النهارده مقاديرنا هتكون عباره عن ايه؟ لفه جلاش، هنحتاج كوبايه سمنه، سمنه بلدي تكون السمنه سايحه، نص كوبايه فستق مفروم، لو ما عندناش فستق ممكن نحط سوداني، جوز الهند، اي حاجه احنا عندنا متوفره. النهارده معانا كمان كوبايه من البندق الابيض اللي هو متقشر، وكوبايه من الشوكولاته القابله للدهن. الشربات يعني انا عايزه اقول لكم المقادير بسيطه جدا، لو تلاشينا كمان المكسرات هنعملها برده والدنيا هتبقى حلوه قوي. الشربات النهارده هيبقى عباره عن كوبايتين سكر، كوبايه ميه، معلقه صغيره من عصير الليمون. وزي ما انتم شايفين كده في الشربات مقادير السكر ضعف مقادير الميه. ليه بقى؟ علشان الشربات النهارده هيكون شربات الى حد ما تقيل ومش خفيف زي بتاع امبارح، مثلا زي بتاع البسبوسه امبارح كان السكر قد الميه، لا النهارده السكر ضعف الميه عشان عايزين الشربات تقيل شويه. ويلا بينا بقى نشتغل في اساور الست. زي ما اتفقنا عندنا لفه من الجلاش، هنبتدي ناخدها ونجيب سكينه، نجيب سكينه بقى كبيره شويه. ايه دي الجلاش؟ هنقسمه نصين كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بالعرض تمام؟ حلو قوي. بصوا بقى احنا ولا هندهن ولا هنعمل حاجه، احنا هناخد وحده الجلاش تمام، فين المسن اهو، كلنا في البيت عندنا المسن ده تمام، بتاع السكاكين عادي جدا، انا اصريت ان انا اعمل عليه علشان تبقى المعلومه واضحه معانا. وهبتدي اخد الجلاش بتاعي كده والفه عليه، ولا هندهن ولا هنعمل اي حاجه، احنا كده زي ما هو ناشف. احنا عندنا الجلاش قسمناه نصين، ببتدي الفه على المسن من غير ما ندهن، او لو عايزه تدهني مفيش مشكله، ايهما اسهل ليكي، والاتنين هيطلعوا بنفس النتيجه. طيب لو ما دهنتش دلوقتي هحط السمنه امتى؟ هحط السمنه بعد ما اخلص خالص، هسخنها على النار، اخليها سخنه شويه مش بتغلي طبعا، وبعدين هروح حطاها على الجلاش او على اساور الست بعد التشكيل، هتديكي نفس النتيجه تمام. احنا عاملين الاثنين عشان ايه؟ انت الاسهل لك اعمليه، بندكك كده اساور الست بعد ما بنحطها ونلفها على المسن، وبعد كده بخرجها تمام، واروح عاملاها لفاها حوالين بعضها بحيث برضو ان يبقى في النص كده في طبقه من الجلاش في الارضيه، علشان لما اجي احشي الاساور تتحشي معايا بكل سهوله، يبقى في ليها ارضيه. تعالوا بقى ندهن تمام. ونعمل واحده تانيه ونشوفها. ضروري هنا الجلاش اللي انت بتستخدميه يكون طازه علشان ما يبقاش مفرول معاكي. طريقه سهله وبسيطه، ما تلفيش للاخر، خلي بقى في جزء كده عشان لما عشان لما ندككها زي ما قلنا يفضل في الارضيه حتة جلاش نحشي عليها. يلا بينا ندكك كده كده، ونروح مطلعين ولفين، والأرضية هتبقى معانا فيها جلاش بالشكل ده اهو علشان نحشي عليه كده زي الفل. يلا نعمل واحدة كمان. يلا يلا، ايه دي الورقة، احنا زي ما قلنا قسمنا الجلاش من النص بالشكل ده، هندهن الورقه ونبتدي نلفها على مسن او اي حاجه رفيعه كمان، ممكن على عارفين اللي هي ايد المعلقه الخشب بتبقى في ايد ليها كده رفيعه، فممكن نستخدمها برضو اللي متوفر عندك تمام. يبقى بنلف كده وفي الاخر بنسيب جزء بسيط كده، ونبتدي ندكك يعني نلمها على بعضها بالشكل ده
ونخلعها خالص من المسن، ونبتدي بقى ايه نلفها حوالين بعضها، فهتلاقي فيه ارضيه من الجلاش. تمام، الارضيه دي هي اللي هتخلي الحشوه اللي احنا هنحطها تثبت على اساور الست. ومكملين اساور الست مع بعض. خلاص هنكتفي بقى بهذا القدر، عرفنا الطريقه. تمام، خلصنا. هدهن الوش بالسمنة، ولو أنا هشكلها من غير مدهن يبقى لازم أسخن كمية السمنة بتاعتي واروح حطها عليها كلها، وزعها عليها كلها بما أنها ما فيهاش سمنة قبل ما ندخلها الفرن. طيب التسوية، التسوية عندنا الفرن شغال ويكون سخن على درجة حرارة 180، وهندخل على الرف الوسطاني لغاية ما الأساور تاخد معانا اللون الذهبي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هوب، تمام، يلا بينا. الاساور اتعملت، وبعد ما تتعمل وهي سخنه وطالعه من الفرن سخنه، الشربات يكون بارد ومتوسط القوام. احنا عندنا الشربات بتاع الحلويات، في شربات خفيف خالص اللي هو بتاع البسبوسه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض امبارح، في شربات التقيل خالص اللي هو بتاع الحلويات الشرقيه زي الزلابيا، بلح الشام، صوابع زينب، الحاجات اللي بتبقى مقرمشه شويه. الجلاش او اساور الست هنحتاج لها الشربات يبقى متوسط القوام، لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل. استوت واحمرت والدنيا بقت جميله على طول بقى وهي سخنه كده وطالعه من النار، والشربات متوسط القوام وبارد، هننزل على طول. بسم الله. زي الفل كده احنا تمام. هسيب اساور الست تشرب، وبعدين ابتدي ارفعها من الشربات لو في زياده، وعلى طول بقى نبتدي نزينها علشان نقدمها. النهارده هنحشيها بالشوكولاته، عندنا شوكولاته اللي هي قابله للدهن، هنبتدي نحطها كده في كيس حلواني وندي كده ايه وردات. زي ما شفتوا كده الموضوع بسيط وسهل جدا، ويعتبر برضو مش مكلفة حاجة خالص، المقادير بسيطة. وإن شاء الله تخلصوا الحلقة وعلى طول تقوموا تعملوها، متعودين في الشتاء وليالي الشتاء الباردة الولاد ماما عايز حاجة مسكرة، فعلى طول دي حاجة سهلة وبسيطة تقدري تقومي تعمليها. يعني خدت مننا قد إيه؟ نص ساعة بعمايلها بتسويتها بكل حاجة، فمش هتاخد منك وقت. تعالوا بينا بقى ندي كده إيه شوية تزيين، ممكن نحط ايه سوداني او بندق، ممكن نسيبها بس كده بالشوكولاته اللي انتي حباه. حلو قوي الكلام ده، كفايه كده، كفايه احنا كده تمام جدا، عملنا اللي متزين بالفستق واللي بالبندق والساده، وليكوا بقى انتوا مطلق الحريه.